جديده من برنامج حلو حادق معاكم سيدي فؤاد. احنا مع بعض على الهوا ان شاء الله، وباذن الله النهارده هنعمل وصفتين حلو. اول وصفه هيبقى النوجه اللي طلبتها مدام احلام، هنعملها ان شاء الله، وهنعمل مع بعض كمان كيكه الشوكولاته بكاكاو دريم، كيكه سهله جدا، وهقول لكم على طريقتين ليها كمان. طيب، لاول حاجه هقول لكم على المقادير للنوجه، والنوجه دي سهله جدا لان مش هحتاج فيها اي حاجه صعبه، ولا في لازم المفروض يبقى في حاجه تقيس الحراره معانا للسكر، مش هنحتاجها، بس نركز في التكات. معانا 300 جرام سكر ابيض ناعم مش بودره، 300 جرام يعني كوبايه ونص. معانا 50 ملي ميه يعني ربع كوبايه، بياض بيضه واحده، رشه ملح، فانيليا، 50 جرام او اكتر من الشوكولاته سواء بيضه او غامقه، دي حسب اللي انتوا حابينه، تكون متدوبه على حمام مائي، ومكسرات حسب الرغبه. الوصفه دي النوجه دي بالشوكولاته، ممكن نعملها من غير شوكولاته، بس دي هنتكلم فيها. هي نفس المقادير بس هنشيل منها شوكولاته، بس لما نوصل لقوام معين جدا جدا هوريهولكم. لو وصلنا له هتقدروا تعملوها من غير الشوكولاته، شوكولاته بس عامل مساعد، وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو جدا علشان الحاجه ما تبص مننا. طيب، انا هحط السكر اهو على النار، وعليه ال 50 مللي او ربع كوبايه من الميه، يا ريت بالجرام عشان بالجرام هتفرق معانا جدا. ده هسيبه كده لغايه ما يبتدي يغلي معانا زي الشربات. هعمل ايه في الوقت ده بقى؟ هبتدي ان انا اجيب بياض البيض هحطه، وهحط معاه رشة ملح بس. هبتدي ان انا اضرب بياض البيض لغاية ما يبتدي ياخد معايا قوام فومي. بعد كده هيكون السكر ابتدى يغلي معانا ويدوب خالص، ويبتدي ياخد القوام اللي هو يعني فاتح شوية، بيبقى اصفر فاتح شوية، يعني بيدوب بيبقى عامل زي الشربات، ويبتدي يبقى لونه مصفر فاتح. اول ما يبتدي ياخد الشكل ده ببتدي انزل جزء مع البياض لما يتضرب. بس انا هعمل الحركة دي مش دلوقتي، انا هبتدي هنزل بس الحرارة هنا عشان ما تبقاش عالية قوي، عشان الموضوع ده عايز اعمله معاكم، واحنا لازم نطلع فاصل كمان، مفيش كمان 20 ثانية، فايه فانا ده لازم اعمله قدامكم. انا يدوبك اهو ده هسيبه يغلي غلوتين يدوب مني، بس يدوب السكر، لانه شايفين لسه مخرز خالص، كله سكر تخريزة مخرز، فايه فيدوبك على نار هادية لغاية ما يبتدي يدوب معايا. هنرجع من الفاصل هكون ابتديت هوريكم هعمل ايه، ولا خليها احسن وانتم موجودين، هستناكم لغاية ما ترجعوا لي من الفاصل. اهلا بيكم معايا من الفاصل، وكنا ابتدينا نعمل النوجه، النوجه اللي بالشوكولاته وممكن النوجه الساده. حطينا السكر 300 جرام على النار، ومعاهم ربع كوبايه من الميه 50 مللي، ويا ريت يبقى بالجرام 300 جرام من السكر عليهم 50 جرام من الميه، وحطينا بياض بيضه واحده ورشه ملح. هنبتدي نضرب لغاية ما يبتدي ياخد معانا شكل الفوم. مشكلة البياض البيضة الواحدة بس ان هي بتبقى قليلة بس انا مش بحب اعمل معاكم كميات كبيرة، علشان يعني دايما يبقى اقل كمية تجربوا عليها.
طيب ممكن. عايزه اقول لك الشوكولاته مسكت معانا البيضه، كان لازم تيجي في حمام مائي. طيب انا بحطها بس على نار هاديه كده عشان تدوب معايا تاني. يفضل لا ما ناخدش صور دلوقتي، بس لسبب علشان انه خلاص السكر اخد معايا اللون، شايفين اللون الذهبي ده ابتدت تاخد لون ذهبي فاتح خالص، مصفر كده فاتح خالص. ببتدي بقى ان اول ما ده خلاص قرب ياخد الفوم اللي انا عايزاه، ان انا اروح منزله شويه صغيرين جدا منه جواه. طبعا دي احسن لو كانت شفافه عشان تشوفوا معايا. ابتدت خلاص تاخد فوم زي كريمه كده، ابتدت تبقى الكريمه كده معايا. هبتدي بقى في المرحله دي انا هطفي بس عشان اوريكم الشكل عامل ازاي. بصوا عامله ازاي كده خلاص، واحنا بنضرب وانا بكمل ضرب بروح منزله بقى حبه صغيرين قوي معاها، حبه صغيرين بس، برجعها تاني على النار تقوم غلوه تاني، واروح مكمله انزل واحده واحده. الاحسن بصراحه يعني عن تجربه، انا جربت بمضرب الكهربائي اللي بتاع البيض، لا ما بيجيبش نتيجه كويسه قوي زي لو احنا عملناها بالمضرب ده، ده اقوى كتير جدا. نبتدي بقى ننزل واحده واحده. لو نزلته مره واحده ممكن يسيل منكم. تمام، هتلاقوا ان هو ابتدى ياخد القوام المتماسك اكتر بكتير جدا. بنبتدي بقى وهو بيضرب، مازال بسيبه يفضل يضرب، بجيب معايا اي قالب كده وبحط فيه كيس نايلون بالشكل ده. ببتدي بقى ان انا احط في كيس النايلون ده ادهنه بس زيت. فاكرين لما عملنا مع بعض الملبن بنفس الطريقه، بس الفرق بقى ان احنا مش بنحط هنا، مش بنرش خالص اي نشا، بس الزيت بيكفينا. بس كده ده بيساعدنا ان الحاجه تخرج تاني معانا. طيب انا عايزه اوريكم بقى قوامه عامل ازاي عشان تبقوا شايفين. بصوا ماسكه ازاي، عامله ازاي، بقت حاجه تانيه، عامله زي المارشميلو كده شويه. خلاص لو كملتوا ضرب لغايه ما تبقى متماسكه معاكم جدا، لو عندكم الجهاز هيسهل جدا ان خلاص وصلتوا للمرحله انها تبقى متماسكه اكتر من دي، هتقدروا ساعتها انكم خلاص تستخدموها كنوجه على طول، ما تحطوش فيها شوكولاته. لكن للناس اللي ما عندهاش، انا كان الاول بستخدم اللي هو مضرب البيض اللي هو المضرب البيض اللي هو ده خلاص، لما كنت بستخدم ده عمره ما كان بيمسك معايا كفايه، فكنت الشوكولاته كانت بتساعد بقى جدا على انها تطلع نوجه وطعمها حلو جدا برضو انها تمسك معايا. طيب انا دلوقتي عندي اهو، شايفين قوامه عامل ازاي،
ممكن تكملوا لسه ضرب لغايه ما يبقى ماسك اكتر وما تحتاجوش شوكولاته، باكد. بس هنيجي بقى في المرحله دي ابتدي بقى انزل ال 50 جرام من الشوكولاته المتدوبه معايا وشويه من الفانيليا واقلبه. دول الشوكولاته الحبه دول سواء بيضه او غامقه بتساعد على انها للناس اللي ما يعرفوش يمسكوا القوام كويس انها تمسك معاكوا احسن بكتير جدا. ببتدي بقى في المرحله دي هحط برضو المكسرات، لو عايزين تحطوا مكسرات اهو. خلاص بروح بقى واخداها، مش بقلب كتير، نازله بيها. شايفين عامله ازاي الشوكولاته ساعدت على انها تمسك معايا حلو جدا اهي. بس كده ببتدي بس اضغطها عشان تاخد الشكل اللي انا عايزاه، تمسك معانا، تكون تحولت لنوجة حلوة جدا جدا. ممكن تروحوا دهنين كيس تاني وتروحوا ايه ضغطين بيه عشان يساعد على الفرد. بس كده معانا ام ادم. الو. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك يا مدام سالي؟ الحمد لله، حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله بخير. انا كنت مع حضرتك يوم السبت اللي فات، خسيت 13 كيلو. اه اهلا اهلا، ازيك عامله ايه؟ نورتيني. الله يكرمك يا حبيبتي، اخبار حضرتك ايه؟ دي الحلقه دي اللي لسه قال لي كنت معايا السبت. اه على الهوا صح. اه ايوه أيوة. اهلا بيكي. اتفضلي. نورتيني. الله يكرمك. ايوه عليا سؤال بس يا مدام سالي بعد اذنك. اتفضلي. طبعا. انا دلوقتي لما بودي ادم ابني المدرسه الصبح الساعه 8 ممكن افطر حاجه خفيفه. اه تمام كده، وممكن بعديها على الساعه 9 ونص 10 انام، ده صح مع 10 نصايح ولا غلط؟ كده او حاجه. هو ممكن، لكن احسن دايما النشاط، يعني بعد ما تصحي خلاص تبقي بتعملي بقى يومك تبقي نشطه، ما تخشيش تنامي تاني عشان في الوقت ده بتحرقي احسن كتير. لكن لما بتخشي تنامي خلاص بتخشي تاني في حاله ركود، ما بيبقاش في حرقه قوي. فالاحسن الواحد بعد ما بيصحى ما ينامش تاني، يعمل بقى حركه بقى، سواء بقى شغل البيت، ينزل، يا ريت تمشي شويه نص ساعه بمد، ده بيفرق اكتر كتير عن النوم. بس كحرق عموما ان الحرق ينزل، لا ما بينزلش، بس انت الاحسن انك تعملي حركه عشان تعلي الحرق. بشكرك جدا على المكالمه. طيب شايفين انا اهو فردتها بالشكل ده، الكيس بس لازم نعمله بزيت عشان ما يلزقش مننا، وبشكل بالشكل اللي انا عايزاه. شايفين اهو بالشكل ده اهي، خلاص جاهزه معايا. اول ما تسقع هقطعها تتحول معايا لنوجه. شايفين انا عملت معاكم كميه صغيره عشان تجربوا. هنجيب بقى اللي ساقع معانا واقطعه عشان ايه نطلع فاصل بعدها. معانا بوسي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا سالي؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ قال لي كنا معاكي يوم السبت. اهلا اهلا، ازيك عامله ايه؟ اخبارك ايه حبيبتي؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. قولي لي بقى وطمنيني، انت دوقتي شرايح الخبز ولا ما دوقتيهاش؟ بصي هي معايا اهي شايلاها اهي. انا متشكره جدا اولا على الكلام الجميل اللي انت قلتيه، ربي ربنا يكرمك يا رب يا حبيبتي. والله تستاهلي. انا عايزاكي تدوقيها لان انا حاطه لها فليفر كمان، انا حاطه لها شمر وينسون بجد معاها. اه كنت بفكر احط لها رشه جوز الطيب عشان اشوف برضو يبقى في طعم، يعني ما يبقاش طعم الحاجات اللي احنا حاطينها دي بس. ما هو كل واحد ممكن يبدع بقى يحط الطعم اللي يحبه فعلا. لا هو الابداع عندك انت كله، يعني احنا مش هنروح فين جنبك. ربنا يكرمك يا حبيبتي يا رب. حبيت اشكرك على ذوقك مع حنين ورؤى، وحبيت اشكرك على الكلام الجميل اللي قلتيه امبارح اول امبارح، لان انت امبارح ما كنتيش هوا. ما عرفتش اتكلم. شكرا، بشكرك جدا جدا. وان شاء الله الحلقه بقى هتتذاع بكره ان شاء الله. ان شاء الله، الناس كلها مستنياها بصراحه. ايوه ان شاء الله لكل الاطفال ومحبي التزيين حلقه بكره. كله كمان اتبسطوا جدا ان هم شافوها على الانستجرام بقى ان انت نزلتيها. الله طب انت فين نزلت الصوره؟ والله ربنا يكرمك يا حبيبتي. انا كنت لقيت واحده صاحبتي بعتها لي، والله ربنا يخليكي يا حبيبتي. الله يخليك. لا تكوني عندي بقى على الانستجرام عشان تتابعي على طول. ما انا معاكي. لا انا معاكي على طول على الانستجرام. بس انا رجعنا بالليل، نمت وصحيت الصبح لقيت الصوره جايه لي. ايه ده؟ دي لقيت واحدة صاحبتي غادة ربنا يبارك لها بعتها لي وقالت لي انا شفتي، انا شفت قبليكم. انا على طول انشر الصور اول ما اخلص الحلقة، اروح نشر على طول. انا بشوفها على طول والله، متابعاكي يا حبيبتي في كل مكان، ما تقلقيش بطردك. الحمد لله الحمد لله، ربنا يخليكوا ليا يا رب. ربنا يخليك يا سالي ويكرمك يا رب. شكرا على المكالمة. طيب انا اهو خلصت اهو خلاص.
بس عشان احنا لازم نطلع فاصل، انا عايزه بس اوريكم اللي عايز يحط برده نشا. انا بس عشان كنت مجهزاه قبلها، فعشان ما تتراش معايا خالص حطيت نشا من تحت. احنا دي بقى بالشوكولاته الغامقه، دوبت فيها الشوكولاته الغامقه بدل البيضه اهو. بصوا في التقطيع رهيبه، بصوا اللون بقى اللي انا حطيت فيه دي فستق، شايفين عامله ازاي اهو. بنقطعها عادي خالص، طعم النوجة يا مدام احلام بقى، جربيها هتعجبك جدا. دي اللي هي زي ما بقول اللي بال شوكولاتة الغامقة مش البيضة. دي بقى اللي هي بالشوكولاتة البيضة اهي، عشان نشوفها برضو. طب بس حتة من الطرف، بصوا برضو اهي جامدة جدا، شايفين من جوه عاملة ازاي، تجنن. هقطعها بقى وارصهم لغاية ما ترجعولي من الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل، واحنا دلوقتي هنكمل. عملنا اول حاجه النوجه بالشوكولاته، الحلو فيها زي ما بقول ان ممكن نحط فيها شوكولاته غامقه وتبقى بالشكل ده، شايفين شكلها تحفه. هي مبدراها انا شويه بنشا عشان ايه، على ما اجي ما كنتش عايزاها تتعرق. طيب هنعمل بقى دلوقتي كيكه الشوكولاته اللي بدريم كاكاو، دريم مشروب كاكاو دريم. هقول لكم على المقادير، وهي كيكه ظريفه جدا، هوريكم قبل ما نبتدي فيها شكلها ازاي وهقول الفرق. معايا الشكل اللي هو القالب، وده اللي هقول لكم على مقاديره دلوقتي، نطلعه حالا دلوقتي هنا اهو، غنية جدا جدا. اللي محبي الشوكولاتة بقى بكرة برضو عايزاكم تتابعوا، علشان بكرة في تزيين التورتة بقى بكيكة الشوكولاتة العادية، ينفع تستخدموا الكيكة دي او كيكة بكرة. خلاص الفرق ما بين دي ودي، هتلاقوا انا دي هعملها اكتر على جاتوشة زي جاتوشاتو. الفرق ما بين الكيكة دي والكيكة دي، هتلاقوا دي افتح شوية، هقول لكم الفرق بس في المقادير دلوقتي. نقول بقى مقادير كيكة الشوكولاتة بكاكاو دريم، كاكاو دريم المحلى اللي هو للمشروب. معانا نص كوباية زيت يعني 100 جرام، نص كوباية سكر يعني 100 جرام، 3 بيضات فانيليا، نص كوباية زبادي أو علبة زبادي، علبتين دريم كاكاو المحلى اللي هو المشروب بالشوكولاتة، كوباية ونص دقيق يعني 200 جرام، نص باكو بيكنج باودر، ورشة ملح. للكيكة الغامقة دي، هي دي المقادير اللي عندكو على الشاشة اللي أنا لسه قايلاها حالا. لو عايزينها لا أفتح، يبقى هتحطوا مكان علبة واحدة من الكاكاو دريم هتحطوا نص كوباية دقيق. يعني لو عايزين لا ما تبقاش كاكاو عالي قوي فيها، هتشيلوا علبة واحدة من كاكاو دريم وتحطوا مكانها نص باكو من ال قصدي نص كوباية من الكاكاو الدقيق، أركز مكان علبة واحدة من الكاكاو بتاع دريم المشروب، لو شلتوا بعلبة واحدة من الوصفة يبقى تحطوا مكانها نص كوباية من الدقيق. لكن الطعم طبعا أحلى لو باتنين بصراحة. بصوا من جوه عاملة ازاي عشان برضو نبقى ايه يعني شفنا. اهو بصوا دي جميل، بص زي الجاهزه بالظبط اهي، غامقه وجميله وتحفه تحفه. طيب نعمل بقى المقادير، موضوع سهل جدا عندي انتوا عارفين، مفيش ابسط من كده. الزيت، البيض، بيض مش بيض كنت بحب اقول بيض دايما، نحط السكر، نحط الفانيليا، نحط الزبادي، كل الحاجات السايله مع بعض مع السكر، هنضرب ونروح حاطين بقى 2 باكو من دريم الكاكاو. انا بس عايزاكم تبقوا عارفين حاجه واحده مهمه جدا جدا، عشان دي كانت مناقشه اثارتني جدا امبارح،
لا يمكن لا يمكن اعلن عن حاجه انا مش مقتنعه بيها ومش مجرباها، فدي انا عايزاكم تكونوا واثقين منها مليون في الميه. لا يمكن اعلن عن حاجه ولو حتى ايه لو انا مش مقتنعه بالمنتج ده ومش مجربه بنفسي، فعشان بس تبقوا واثقين النقطه دي من ناحيتي انا بالذات. مش وقتك يا حلوين خالص. هاخد بقى اتنين كده علبتين. ولو لاحظتوا حتى يعني انا في حاجات كتير جدا انا بستخدمها بنزلها حتى على البيج عندي عشان تبقوا انتوا عارفين ايه الحاجه اللي انا بستخدمها، عشان تبقوا عارفين انا بستخدم ايه وتساعدكم في الوصفات بتاعتكم. زي مثلا قصه جنين القمح انا منزلها النهارده. مش معنى كل حاجه يبقى بس هي دعايه، لا انا عندي مش دعايه على قد ما هي بتبقى اكتر انا عايزه افيد الناس، عايزه اعرفكم ايه الحاجه الكويسه فعلا، ايه اللي انا استخدمته كويس جدا، فمش للمنتج. انا في حاجات كتيره جدا في حياتي جات ورفضتها ولا يمكن اقبلها لو بايه حتى. يعني معانا اجلال. ايوه السلام عليكم. اهلا اهلا، عليكم السلام. تسلم ايديكي على كل حاجه بتعمليها والله. تسلمي لي يا رب، شكرا الف شكر. لو سمحتي بس عندي سؤال ليكي. اتفضلي. الخبز المشبع ده ايوه ممكن اعملها في قالب الكيك ونشيلها بعد كده في الفرن ولا لازم اقطعها؟ لا احسن انك لا 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 احسن، انا ما جربتوش بالطريقه دي، فلازم اللي انا بعمله دايما بفرده رفيع خالص ما بين كيسين نايلون واروح مقطعاه. ما ينفعش يعني؟ لا ما جربتهوش، انا ما جربتهوش يتعمل كيكه كده يعني. ممكن تطلع ينفع؟ بتقولي مش ممكن ينفع؟ أه؟ لا ما اخاف، اخاف تبقى ملكومه معاكي عشان هي مليانه الياف. بلاش بلاش احسن. شكرا شكرا على المكالمه. طيب انا رشه الملح بقى كده، الدقيق حطيت فيه البيكنج باودر، لو عندكم بيكنج صودا حطوا معلقه صغيره، بتفرق جدا مع كيكات الكاكاو جدا، وخصوصا ان فيها زبادي هنا. قلت برضو اغير لكم شويه مبقاش كله بلبن، الزبادي بيدي نكهه حلوه جدا. بس بنقلب ده وقالب فاتح ندهنه، سواء بقى عايزين قالب كده او قالب كده زي جاتوه زي ما تحبوا، دي في ايديكوا. بس اللي انا عايزه اقوله بقى، انا ليه لما شلت باكو حطيت قصاده نص كوبايه دقيق، باكو الكاكاو ما يوازيش ابدا، ما يوازيش معانا ابدا زي الدقيق. الكاكاو المحلى لا يوازي زي الدقيق العادي، لكن الكاكاو الخام يوازي زي الدقيق العادي في الكيك. المحلى ما بيبقى اقل مفعول عن اللي هو الدقيق وعن الكاكاو الخام. بس نصيحة أرجوكوا جربوها بالطريقة دي هتعجبكوا جدا، ما تقللوش يعني، فعلا التقليلة يعني مش بتبقى طعمها حلو كده شوكولاتة، اللي هي كده أحسن كتير. طيب هنعمل ايه بقى؟ نحطها هنا. في القالب المدهون شايفين حتى لونها، لما نيجي ناكل كيكة شوكولاتة بتبقى أحلى لما طعمها يبقى شوكولاتة كده وباين في وقت الفري طبعا. بس كده، ودايما الكيك ما نملاش ابدا القالب لاخره، لازم يبقى للنص تقريبا. خلاص ندخلها بقى على 180 في الفرن. نبتدي بقى نعمل الصوص الشوكولاته بتاعها. هنعمل ايه بقى عشان نعمل صوص الشوكولاته؟ معانا علبتين كاكاو دريم، عليهم معلقتين كبار زبده وكريمه لباني حسب الاحتياج. بس هاخد بقى دول كده ونيجي هنا. معانا سلمى. الو. ايوه مدام سالي، اهلا وسهلا. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي. بحب اتفرج على حضرتك جدا جدا يعني. تسلمي لي يا رب، منورالي الحلقه.
خليكي لو سمحت خليه عندي، عندي سؤال بس. اتفضلي. انا عندي طفله عندها لسه 6 شهور وبدأت تاكل، عايزه حاجات يعني من البيت بتبقى يعني حاجات مغذيه. خضار، اعرف ايه الخضار اللي اكلها لها وكده؟ انا بديها دلوقتي زبادي وفريلات. البطاطا حلوه جدا للاطفال في السن ده. البطاطا في الوقت ما تضرهاش يعني. حاضر حاضر، شكرا على المكالمه. مبدئيا من ابتداء من 6 شهور ده فعلا السن المناسب ان الاطفال تاكل. طبعا بنبتدي ندخل للاطفال الرضع الاكل واحده واحده، ما يخشش ابدا مره واحده. يعني ايه واحده واحده؟ يعني كل 4 ايام نجرب حاجه واحده للاطفال، تبقى خضار قبل الفاكهه عشان ما يستحلوش الفاكهه وسكرها ويبتدوا ايه ما ياخدوش ايه الخضار. فنبتدي بالخضار واحده واحده. من احسن الحاجات طبعا الكوسه تبقى حلوه جدا، البطاطس، الجزر، وبنبتدي بقى ندخل البطاطا. طبعا يستحلوها على طول جدا وفايدتها عاليه قوي، بس ندخل حاجه حاجه مش كل حاجه مره واحده، علشان لو في اي نوع حساسيه عند الطفل يبان على طول في ال4 ايام دول. وبندخل دايما معلقه معلقه مش كتير زي ما بقول، علشان لو في اي حساسيه تبان ونبقاش عملنا عبء على الاطفال. في حاجه مهمه جدا، انا ناس كتير ابتدوا يدخلوا شرايح الخبز المشبعه للاطفال بتاعتهم، هي حاجه مفيده بس تسالوا برضو الدكتور حسب، عشان كل طفل ممكن يكون عنده معاناه معينه. يعني زي ايه مثلا؟ اللي عندهم مثلا انيميا الفول، ما ينفعش طفل ياخد حاجه فيها بقوليات، فانا مدخله في شرايح الخبز فيها بقوليات، فما ينفعش ان احنا نديها للاطفال اللي عندهم انيميا من حاجه معينه. فنخلي بالنا بس قوي 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 ارجوكوا علشان ايه ما يحصلش اي مشاكل. في حلقه بقى لحضرتك هايله للاطفال الرضع، انا عامله حلقتين كمان متخصصين جدا للاطفال الرضع والتغذيه بتاعتهم، عشان نبقى عارفين ايه اللي ممنوع وايه اللي ينفع ياكلوه وحلو ليهم، وجبات نقدر نعملها ازاي. معانا ام اسلام. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سالي، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ازاي ماما؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ ربنا يبارك لك يا حبيبتي، منوره لي الحلقه. اتفضلي. خليكي يا حبيبتي، ده انت اللي منوره والله. الله يخليك يا رب. اتفضلي. ربنا يبارك لك. مش عارفه والله اشكرك على ايه ولا على ايه بجد والله. تسلمي لي. تسلم ايدك وتسلم مواصفاتك يا حبيبتي. تسلمي لي يا رب، الف شكر. اتفضلي. بصي حبيبتي، انا عايزه اسالك على الكيكه دي. ايوه. انا بحب اشتغل طبعا بالجرامات. ايوه. انت قلتي الدقيق 200 جرام مظبوط؟ ايوه مظبوط. طيب قلتي لو شلنا الباكو الكاكاو اضيف كام جرام على الدقيق؟ هنحط تقريبا 60 جرام من الدقيق، يعني يبقى 260. بالظبط. طيب هو الكاكاو ده مش محلى؟ الكاكاو ده محلى. طيب مش هتفرق في طعم الكيكه؟ هتفرق طبعا، عشان كده بقول اللي عايزه طعمها يبقى قوي وحلو يبقى علبتين احسن، نعمل على الوصفه الاساسيه. خلاص ماشي، شكرا يا حبيبتي. انا بشكرك جدا جدا. انا بس الوصفه دي ما عرفتش اقسمها عشان فيها 3 بيضات وهي اصلا كميتها قليله يعني مش كتيره، نص كوبايه زيت بس صح. نعيد الوصفه تاني طيب احسن يا ولاء، ننزلها تاني على الشاشه. بصوا انا وانا بقلب، انا حطيت الزبده والكاكاو وانا بقلب بنزل اهو الكريمه عشان اخد السمك اللي انا عايزاه، حلو جدا للصوص اللي انا عاملاه. الوصفه دي بقى ركزوا فيها جامد جدا عشان دي اللي انا هستخدمها بكره في حلقه التزيين. شفتوا التورته اللي انا كنت عاملاها، الشوكولاته اللي قدمتها لكم ووريتها لكم اول امبارح، الصوص اللي في الطرف ده هو ده، هو ده انا عاملاه في البيت لان ما بقاش بيتباع كمان جاهز في السوق مش لاقياه، هو ده احنا نعمله في البيت ما نشتروش اصلا ليه، بس احنا بنظبط القوام حسب ايه اللي احنا عايزينه، بس مش هزود بقى عشان قوامه حلو. هعمل ايه بقى في دي؟ هاخدها واقطعها واحطها على طول دلوقتي زي الجاتوشاتو بالظبط اهو. هبتدي اقطعها بقى كده، الطرف ده انا بشيله عشان الطرف ده ما بحبش الحتت اللي هي فيها تعريجات. معانا هاجر. ايوه. ازيك يا هاجر؟ الحمد لله. الحمد لله، اهلا بيكي. اتفضلي. هو لو سمحت، هو انا اختي يعني بتحب كتير قوي ان هي تشرب ميه بعسل. ايوه. كتير طول اليوم ما تحبش تاكل،
اعمل يعني. اختك عندها كام سنه؟ سنتين. هي تمت سنتين خلاص؟ اه. وبتاخد الميه بعسل بقى لها قد ايه؟ على طول، هي على طول تاخد ميه بعسل. من وهي عندها قد ايه؟ سنه لغايه دلوقتي يعني بتاخد ميه بعسل. لا ما ينفعش، لازم تودوها الدكتور. طب وهي برضه دلوقتي يعني اخويا برضه عنده نشفتين كده، واخويا الصغير. اه. عنده كام سنه؟ لا عنده سنه لسه. تمام. ده عنده سنه. طيب اوكي حاضر. بصوا لازم تودوهم الدكتور لسبب، علشان قصه لا مبدئيا العسل ده ما ينفعش خالص خالص عسل لاطفال قبل السنتين خالص. العسل فيه مواد تضر بالطفل الرضيع، فضروري مبدئيا دي طبعا هي الحمد لله انها ايه ما تاثرتش، يا رب ما تكون تاثرت سلبي، بس لازم تودوها لدكتور يكشف عليها، دكتور اطفال. بصوا انا هنزل الصوص اهو الاول قبل ما انزلها، ومقادير معاكم تاني على الشاشه بعدها، عايزين انزل الصور، الصور اللي جت عايزاكم تبعتوا صور كتيره، سواء لوجبات العشر نصايح اللي انتوا بتاكلوها عشان نتكلم عليها، او عن ايه الترات والحاجات الحلوه اللي انتوا بتعملوها، عشان بتفرق جدا جدا لما نشوف الحاجات دي مع بعض. كرهتك يا حلواني جدا، لازم دايما الخبر الفظيع. طيب بصوا بقى اهي شكلها. بصوا انا حطيتها الاول ليه؟ عشان تبقى نازله النازله مظبوطه، الكيكه ما تنزليش. الصوص ما ينزليش على الكيك بعد ما يعني احطه، اوقات كنت اعملها كده اوقات كده، بس كده احسن. شايفين اهو جاتو شاتو يجنن، بس احلى بصراحه باللي هي الغنيه. معاكم سي بي سي سفره على الشاشه اهو، وصفحة حلو حادق تبعتوا عليها. معانا بيتزا من ميرا، تسلم ايديكي، بس هي طبعا مش عشر نصايح يا ميرا، بس تسلم ايديكي، ناكل حتة صغيرة في اليوم الفري. شرايح خبز مشبعة مع سلطة تونة وسردين، سردين من فرح، تسلم ايديكي، حلو جدا وبتشبع. قرنبيط بالجبنه، ايوه، ومعاها سلطه برضو حلوه جدا، بس خلي بالك الجبنه يعني ما تكونيش حاطه كتير، علشان ايه الجبنه فيها سعرات. شوربه عدس وسلطه خيار من بالزبادي من شيماء الالماني، الظاهر الوصفه اللي احنا عملناها مع بعض عجبت ناس كتير. تسلم ايديكي برضو، هايله هايله وبتشبع، بس ايه تقومي كلكم تقوموا تلت معده ضروري. وجبه قرع وبصل في الفرن مع فراخ من فطوم، تسلم ايديكي، بس ايه ما نكترش بقى خالص عشان قرع، القرع ما فيهوش سعرات على فكره، بس هي الفكره بس ان ايه طب كملي ايه. بيتزا بتنجان هايله برضو، وشوربه قرنبيط هايله هايله بالكوسه والجزر، حلوه جدا، ومشروم تحفه تحفه يا منال، تسلم ايديكي. اوكي معانا كمان صور للانشون، حلو جدا، تسلم ايديكو. احنا لسه في حمله اللانشون البيتي، مش عايزين نجيب حاجه من بره، تسلم ايديكو، حلوه جدا. ولحمه حلو قوي، وفراخ بالزيتون. نخش بقى على الحلويات، تورته عيد ميلاد، تسلم ايديكي، جميل، بس عايزين نعرف ده ايه ده، الظاهر ريمبو كيك، انا مش
اوكي على رقم 5. تمام تسلم ايديكي. دي شكلها جامد قوي. تسلم ايديكي شكلها تحفه. والورد انا بعشق الورد، يا سلام بعشقه. ريد فيلفت اوكي. دي طريقتي من موني. تسلم ايديكي برضو. تورته شوكولاته بالبندق من كارما. تسلم ايديك. اخر صوره بقى كيكه برتقان بالليمون. هايله هايله هايله. تسلم ايديك وتحفه. نكمل. بصوا بقى اهو هنعيد بقى مع بعض. عملنا ايه بسرعه؟ عملنا مع بعض النوجة، عملنا مع بعض بصوا الجاتوهات الفظيعه تجنن تجنن، عملنا مع بعض صوص الشوكولاته اللي هنزله حالا قدامكم دلوقتي عشان نبقى شايفينه. بس ايه نقلبه كويس جدا جدا، لان لما بيقعد ممكن ايه لو ما تقلبش كويس مش هيبقى حلو اهو. وعايزه انزل بس شويه صغيرين هنا، ننزلها هنا احط ده هنا احسن عشان نشوف. نشوف كده مع بعض اهي. دي الكيكه عشان يبقى برضو عليها الصوص كده نزل. بصوا كيكه بدريم الكاكاو المحلى، سواء هنعملها كده او كده. حاجه بس اخيره عايزه اوريكم النوجة اللي احنا عملناها مع بعض. انا سقعتها. طب بما انك على الكيكه بقى احط بس شويه حركات كده على الوش. عارفين ده ايه؟ ده ايه؟ طب قولي. المرنج. دي صفرة، دي شيلها، دي مصفرة شوية، شيلها وحط واحدة تانية اهي كده خلاص. ودول انا كنت عايزة احط على كل واحدة بس واحدة كده عشان شكلها هيفرق جدا معانا اهو. واخر حاجة بس خلاص يا حلواني. حاضر. اخر حاجة عايزة احط بس اقطع اوريكم النوجة اللي احنا عملناها مع بعض هنا سريعا جدا. دونت وري وريز خالص اهو. تنتز خالص اهو. بصوا نقطعها اهي، بس دي بعد ما ساعت عشان ايه ما تقطعوهاش وهي لسه برد. هوريكم واحده منها عشان تبقوا شفتوها. بس لما تسقع بقى احسن، هتبقى احسن كتير. خلاص دي كانت وصفتنا النهارده. يا رب يا رب يا رب الحلقه تكون عجبتكم. ولازم ضروري اوعوا تفوتوا حلقه بكره. اوعوا. اشوفكم على خير ان شاء الله يا رب. يلا باي باي. Thank you.
بتحبي.